مساء الخير، مساء الخير، اهلا وسهلا بكل اللي عم بيتابعونا هلا مباشره على الهواء من خلال شاشه ال بي سي اي. واكيد تحيه كثير كبيره لكل حدا ليله اخذ ورقه لوتو وناطر سحب رقم 1950. ان شاء الله الليله كلكم بحلفكم الحظ وكلكم يكون لكم هيك نصيب معنا مع الملايين والمليارات يلي مخصصين لليله بهيدا السحب. مثل العادة قبل ما نبلش ونشوف شو هن الطابات يلي رح تختارون المكنة، رح أعطيكم فكرة عن الجوائز يلي بانتظاركم لليلة. والبداية مع المرتبة الأولى يلي قيمتها حوالي 940 مليون ليرة كاش. ما في لزوم ضل ذكركم انه جوائز اللوتو كلها صارت جوائز نقديه، يعني مجرد ما تربحوها ثاني يوم تقدروا تقبضوها كاش. المرتبه الثانيه فيها تراكم عالي وتقريبا التراكم حوالي 145 مليون ليره كاش، في حال ربحت الجائزه تقديريا حوالي 250 مليون ليره كاش اذا مش اكثر. وبالنسبه لزيد الليله سحب عادي 35 مليون ليره كاش للمرتبه الاولى. برجع بذكركم برقم السحب لو سمحتوا تشوفوا شبكاتكم وتشيكوا على رقم السحب لتتاكدوا انه انتم موجودين معنا وحاجزين محل لكم بهذا السحب. سحبنا رقمه 1950 لليله الخميس 4 تشرين الثاني 2021. وقبل ما نبلش خلونا نرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوبيزات المالية على أعمال وصحوبات اللوتو أستاذ سيزار عيسى. أهلا وسهلا فيك معنا الليلة باستديوهاتنا. أهلا. إذا بقي بس ننتقل أنا وياكم للمكنة لنتابع سوا السحب ونشوف شو هن الأرقام الرابحة لليلة. الأولى رقم 6 9 9. طابة الثانية 2. طابة الثالثة 22. ثلاثة وعشرين الطابة الرابعة. الطابة الخامسة 37. وعشرين الطابة السادسة. إذا هول الطابات اللي بخولوكم تربحوا الجائزة الكبرى معنا لليلة. أما الطابة الإضافية السابعة يلي بتعطيكم شانس للمرتبة الثانية رقم 14. لتربحوا الجائزة الثانية بدكم تكونوا سبتوا خمس أرقام من أصل ستة والرقم الإضافي اللي هو 14، يعني خمسة بالأساسي مع الطابة السابعة الإضافية لليلة رقمها 14. خلونا هلأ ننتقل للعبة زيد ونتابع السحب أنا وياكم. شو هن الطابات لليلة؟ أربعة بلشوا يبينوا. إذن 4 2 3 8. الرقم الرابع حل الليلة هو 83204. 83204 هيدا هو الرقم اللي اختارته المكنه
للعب تزيد بسحب رقم 1950 من بعد ما كنا تبعنا أنا وياكم سحب اللوتو وعرفنا شو هن طبيعة الست الأساسية للجائزة الأولى يلي قيمتها حوالي 960 مليون ليرة كاش لليلة. خلصنا هيك منكون خلصنا السحبين، يبقى أنه ناخد بريك صغير، لقونا بعد البريك مع النتائج. ضارب نرجع معكم لحتى نتابع اللوتو لليلة بسحب رقم 1950 مباشرة على الهواء من خلال الـ LPCI. يا ترى الليلة رح تنربح الجائزة الكبرى يلي قيمتها حوالي 960 مليون ليرة كاش، والمرتبة الثانية يلي كنا قلنا انه تقديريا بتكون حوالي 250 او 300 مليون ليرة كاش. الجواب بعد ثواني من بعد ما نتأكد من الأرقام نشوف انا وياكم التابلو. هلا بنرجع لعندك استاذ سيزار عيسى، تفضل لو سمحت أكد لنا الأرقام. سحب اللوتو رقم 1950 بتاريخ 4/11/2021. الأرقام الستة الأساسية هن 9 2 22 23 37 و29، والرقم الإضافي للجائزة الثانية هو 14. شكرا لك استاذ سيزار عيسى. إذا تأكدنا من الأرقام سوا منشوف التابلو لنعلن عن النتائج لليلة. انربحت؟ من ربحت إذن الليلة الأولى؟ بالمرتبة الثانية في عنا ورقة واحدة لحالها رح تربح حوالي 306 مليون ليرة كاش، ألف مبروك شو حلوين. بالمرتبة الثالثة في عنا 17 شبكة رابحة، كل شبكة منهم رح تربح حوالي 4 ملايين و400 ألف ليرة. بالنسبة للمرتبة الرابعة الليلة بتتضمن 1025 شبكة رابحة، وكل شبكة منهم بتربح 73 ألف ليرة. وأخيرا المرتبة الخامسة الليلة تتضمن 14770 شبكة رابحة، وكل شبكة منهم بتربح 12000 ليرة. إذا هارد لك لكل حدا ما حالفه الحظ الليلة، وإن شاء الله السحب الجاي تكون الجائزة الكبرى والجوائز الكبيرة من نصيبكم. خلينا نسمع أنا وياكم من وين ربحت المرتبة الثانية. من عند بوك مارك بأدونيس. إذا الليلة المرتبة الثانية وصلت قيمتها لحوالي 306 مليون ليرة كاش، ربحت من أدونيس، ألف مبروك لسعيد الحظ وإن شاء الله بتتهنى فيها. مثل ما دائما بقول إلا ما يوصل الدور لإلكم جميعا ما تيأسوا، خليكم عم تاخذوا شبكات لوتو وانطرونا بسحوباتنا الجاية مع جوائز أكيد أكبر. أستاذ سيزار لو سمحت هلا تأكدنا من زيد. أكيد سحب زيد نفس رقم السحب 1950 بتاريخ 4/11/2021، رقم الربحان هو 83204. شكرا لك. إذا هلا صار وقت نشوف تابلو زيد. إذا ما في عنا رابح بالمرتبة الأولى، وهيدا التابلو قدامكم على الشاشة. سريعا أستاذ سيزار لو سمحت، سحب الجاي قد رح بتكون الجائزة الأولى؟ حوالي مليار و100 مليون. مليار و100 مليون الثاني؟ 125 مليون. 125 وزيد؟ تقريبا 50 مليون. حلو، طيب شكرا لحضورك معنا. إذا مثل ما سمعتوا مليار و100 مليون ليرة لسحب الجاي. باي باي.